في حادثة غريبة، أم أمريكية تضع رضيعتها التي لا يتجاوز عمرها شهراً واحداً في الفرن لأخذ قيلولة بدل السرير، ما أدى لوفاتها حرقاً. الشرطة الأمريكية ألقت القبض على ماريا توماس، وهي أم عمرها 26 عاماً، بعدما عرضت حياة رضيعتها للخطر بوضعها عن طريق الخطأ داخل الفرن في جريمة مروعة قد تواجه فيها حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن 10 أعوام. جد الرضيعة أخبر الشرطة أنه تلقى مكالمة من والدتها أخبرته فيها أن هنالك مشكلة ما مع الرضيعة وأنه يجب عليه العودة إلى المنزل على الفور. وعند عودته رصد رائحة دخان في المكان، حيث وجد الرضيعة ميتة في سريرها بعدما أخرجتها ماريا من الفرن. وبحسب تقرير الشرطة فقد عثروا على الطفلة مغطاة بالحروق وكانت ملابسها ذائبة. تقارير كشفت نقلاً عن معارف الأم أنها تعاني من بعض المشاكل العقلية وأنها ليس لديها عقل بالغ وتفكر مثل الأطفال، فيما تم وضعها في مركز احتجاز حتى نهاية التحقيقات معها.